الآن وحصريا استديو هات أهم سطور والذهب والفضة والصواني جديد الزفاف قدم وأغمر الجواهر والذهب وسط الصواني ألبس عروس ناري ملح لن يدللوها وافرحوا في يوم ملكتها وقدموا التهاني يوم البست دبلة الفرحة الثمينة واخطبوها انكتب عقد القران حقق الله الاماني والله تمم لك بخير وهنا يا بنت ابوها والله والله تمم لك بخير وهنا يا بنت ابوها أغلى الجواهر والذهب وسط الصواني لبسوا عروس ناري ملح ليدللوها وافرحوا في يوم ملكتها وقدموا التهاني يوم لبس دبلة الفرحة الثمينة واخطبوها العروس الرم مبروك ملكتك بأغلى المعاني ألف مبروك ألف مرة يا الحبايب رددوها ألف مبروك ألف مرة يا الحبايب رددوها انكتب عقد القران حقق والله يتمم لك بخير الله يا كبر السعادة والفرح من المكان والهدايا من أميرة ريمي الله قدموها من بنت محمد اللي زينها يسقي العياني الغزال الفاتنة اللي حيرت من وصفوها الغزال الفاتنة اللي حيرت من وصفوها صادية بنت الأصول شانها بالعز شاني على وحلاها شيء ثاني أم روزي ملقت يا الصبايا جنبوها والنعم بإخوانها هذا راح الدرع والحصاني العقيد اللي خدع لهم المراجل كلموها شوقي اللي يرتكن الحمل دايم ما يواني ذاك حلل الصعايب والعقد انعقدوها ذاك حلل الصعايب والعقد انعقدوها وقفوا أيهم فرعولا كلها سماني يمشي في دروب الطيب اللي جدان جمسوها واخر العنقود ادهم شهم قصب الرهاني اشهد انه مثل اخوانها اللي كل وقف احتموها والختم يريم ربي يسعد طول الزمان يا حضور الحفل ادعوا للعروس وباركوها يا حضور الحفل ادعوا للعروس وباركوها وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد الآن وحصريا استديوهات همسة فرق.